السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد 2/5 أو 2 مايو 2021. المباراة بإذن الله تعالى بين نيوكاسل يونايتد أمام أرسنال ميعادها الساعة 3 عصرا أو مساء توقيت الفيديو توقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة ميعادها الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان، 4 عصرا او مساء. المباراه بعد الساعه 5 مساء بتوقيت الامارات وعمان، والساعه 2 ظهرا او مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعه 1 ظهرا او مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. المباراه في الجوله 34 من الدوري الانجليزي الممتاز. ملعب المباراه ملعب سانت جيمس بارك الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد، والقناه الناقله قناه بين سبورتس ونيتش دي بريميوم، ومعلق المباراه سوار الذهب. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.